لا تنتظر شكرا من أحد. خلق الله العباد ليذكروه، ورزق الله الخليقة ليشكروه، فعبد الكثير غيره وشكر الغالب سواه، لأن طبيعة الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم غالبة على النفوس. فلا تصدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك وأحرقوا إحسانك ونسوا معروفك، بل ربما ناصبوك العداء ورموك بمنجنيق الحقد الدفين، لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. اعمل الخير لوجه الله لأنك الفائز على كل حال، ثم لا يضرك غمط من غمطك ولا جحود من جحدك، واحمد الله لأنك المحسن، واليد العليا خير من اليد السفلى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.